انا النهارده مبسوط جدا ان احنا قدرنا يعني بعد كل المشاكل اللي واجهتنا ان احنا نقدر نخرج بالمنتدى للنور، لان المنتدى النهارده اصبح ضروره ملحه مش بس عشان خاطر طبيعه الاحتفالي وطبيعه التكريمي، هو جه طبعا عشان خاطر تكريم رموز الاعلام العربي، لكنه كمان جه عشان خاطر يرسي مجموعه من الثوابت التي يجب ان ينظر اليها الان وبعنايه في هذه الفتره الحاسمه من تاريخ مصر، الا وهي دور الاعلام في ايام الحسم السياسي التي نحياها الان. ما هو دور الاعلام؟ كيف يمكن للاعلام الالكتروني ان يكون اداه فاعله في البناء الاجتماعي ويستطيع ان يحدد مجريات الساحة ويحدد وعي الناس بأهمية المرحلة ومتطلباتها التاريخية؟ من هنا جت أهمية المنتدى بالأصالة. المنتدى طبعا كان ليه فعاليات كتير جدا جدا كلها بتصب في النطاق أو في حدود اللي أنا قلت لك عليها من شوية. المنتدى بدأ بمجموعة ورش تدريب، الورش التدريب دي ما كانتش جاية عبثا، كان المطلوب بيها إن احنا نسهم بشكل إيجابي ومباشر في دعم الصحفي الإلكتروني المصري من خلال تحديث إمكانياته. هو طبعا التكريم بيأتي مع ازدياد اهميه الصحافه الالكترونيه اللي بيكتر اليوم اكتر من الاول، وده طبعا شرف ليا اذا كنت انا احد المكرمين، وانا بس بشجع الشباب وهو ده سبب تكريمي. اخبار اليوم الالكترونيه التي يرأس تحريرها حاليا الاخ والزميل العزيز وصحفي قدير وليد بدران. شكرا جزيلا على التكريم ده، بنعتبره تكريم لكل فرد مصر جواب الاخبار اليوم، يمثل تكميل لمسيرة نجاح الحقيقة دخل فيها كل فرد في مصر جواب الأخبار اليوم جهد كبير جدا، حتى أننا حصلنا على هذا الاعتراف في عالم الصحافة الإلكترونية. ونعتبر نياتي طبعا التوفيق للعاملين والبوابة والعاملين في الصحافة الإلكترونية بالنعم. الحقيقة ان التكريم ده بعتبره تتويج للمجهود الكبير اللي بذلته أسرة البوابة لغاية ما وصلت للمكانة اللي حققتها في الفترة الحالية. والحقيقة ده تكريم لكل فرد من أسرة بوابة أخبار اليوم، ده شكر من العاملين في هذا المجال لكل أعضاء أسرة بوابة أخبار اليوم على الإنجاز اللي حققوه لغاية دلوقتي. وأنا بالنيابة عن التكريم ده فأنا بوجه لكل الزملاء الشكر الخاص ولكل واحد فيهم على كل حاجة عملها. احنا كلنا عارفين ان احنا تعبنا كتير وابتدينا الحقيقة من الصفر لغاية ما قدرنا نحقق المكانة اللي وصلنا لها في الوقت الحالي، ولسه قدامنا كتير قوي. وعشان كده يعني أنا برجو الكل إنه يستحمل ويصبر، وزي ما أنتوا شايفين دايما اللي بيصبر وبيتعب ربنا وضع الشعب أبدا، وده أول يعني اعتراف رسمي بالإنجازات اللي حققناها كلنا. فالحمد لله رب العالمين إن كل جهدنا لغاية دلوقتي بالنجاح، وإلى الأمام أسرة البوابة، ومستني منكم أكتر من كده بكثير. نشكر الصبر الذي صنع من الصحافة الإلكترونية صنعت قيمة الأهم من تكريم إن الصحافة الإلكترونية أصبحت لها مكانة وقيمة عند أهل المهنة، وده شيء يعني كان بينكر وضعه منذ سنوات طويلة اللي احنا تأخرنا فيها، وان دي بداية اصلا ان اهل الصناعة يحسوا باهميتها ويحس ان دي مستقبل. فدي اهم من التكريم، ان الناس بدأت تشعر ان احنا عندنا مهنة وصناعة اضافة تضيف لصناعة الصحافة الورقية، ثم ستصبح هي صناعة المستقبل. حضرتك شايف تحديات اللي بتواجه الصحافة الإلكترونية ازاي؟
التحديات يعني احنا عندنا كذا نوع من التحديات. اول حاجة من داخل المهنة ان الناس يتواكبوا معها تكنولوجيا وفنيا، ثم ثانيا القيم محتاجة منظومة قيم جديدة خالص، محتاجة تعمل في اطار شرعي وقانوني. ان هو الوقت اللي اتحقق فيه حلم ناس كتير قوي، شباب كتير قوي تعبوا وكافحوا واجتهدوا وكانوا مؤمنين بحاجة بدأت تنجح. ان شاء الله بوابة اخبار اليوم هتبقى البوابة رقم واحد في العالم العربي. انا اختي هذا الكريم لمن تصور انهم احق مني به، شهداء ثورة 25 يناير، ومصابيها من ردوا عن الردى بالمتعة. نحب ان الحاجة تطلع من هذا الواحد، يعني هو اخونا الفاضل سباني واهدى بالتكريم لشهداء 25 يناير، وانا بعيد اهداء هذا التكريم للناس دي، لان لولا ان مات الناس دي رساله على الارض ما كانش ممكن ابدا ان احنا نطلع بنقابه مستقله نقدر عن طريقها ان احنا نعبر عن مجال جديد من الصحافه في مصر، وان احنا يعني ننطلق لنقابه جديده. لولا تضحيات عماد عفه وعلاء عبد الهادي ومينا دانيال كريم بنونه وغيرهم. انا سعيد جدا ان انا موجود هنا